بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. أكمل معكم مع الأخطاء الشائعة في تلاوة القرآن الكريم على رواية حفص عن عاصم ابن أبي النجود، ومواضع الإشكال التي تقع في كلمات من سورة آل عمران. وقود بفتح الواو، وقود وليس وقود، والأميين هكذا نقرأها بهذه الياءات، وكذلك كلمة النبيين هكذا كما ترون أمامكم في الصورة، وتنزع بكسر الزاي، بكسر الزاي، هنا مكتوبة خطأ الزين، الزاي، تقاتن، وإذا وقفنا عليها نقف بالهاء الساكنة، تقاه تقاه، بقبول بقبول بفتح القاف، للذين بفتح اللامين، للذين وليس للذين، للذين يلوون هكذا، يلوون، ربانين هكذا بهذه الياءات، ربانين، لما بفتح اللام وتخفيف الميم المفتوحة، وليس لما، ليست مشددة، ميم مفتوحة، ولله على الناس حج، حج بكسر الحاء، ليسوا سواء، الوقوف على سواء بمد العوض بمقدار حركتين، سواء هكذا كما ترون أمامكم. أفإن هكذا نقرأها، أفإن، هذه الياء لا تلفظ، ضعفوا، ضعفوا بضم العين والفاء، العين والفاء مضمومتان، يميز الخبيث، يميز بفتح الياء الأولى وكسر الميم مع المد الطبيعي. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هذا وما كان من توفيق وصواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله لي ولكم. كان معكم دريد إبراهيم أبو مريم، أدمن صفحة التطبيق العملي لنطق الكلمات القرآنية بطريقة صحيحة.